على بركة الله هذا اليوم يتم وضع حجر الأساس لعدد من المشاريع المهمة في محافظة نسان والمدرجة ضمن الخطط السنوية للمحافظة وتحديدا ضمن خطة عام 22 ضمن قانون الدعم الطارئ لأمن الغذاء والتنمية. ومن هذه المشاريع المهمة هذا المشروع اللي هو أحد الأبنية المهمة في محافظة نسان، وباعتبار بعد الانتقال من مساحة كبيرة من البنى التحتية للمباشرة بالبنى الفوقية، وأهم هذه المفردات ومتطلبات البنى الفوقية هي أبنية الحكومية، باعتبار أنه سابقا جل مؤسسات ودوائر المحافظة لا توجد هناك أبنية ملائمة ومناسبة لعمل هذه المؤسسات. هذا المشروع هو بناية مديرية زراعة محافظة نسان. ولما هذا المشروع يكتسب أهميته من أهمية القطاع الزراعي بالمحافظة، وسابقا كانت البناية أيلة للسقوط مدرجة ضمن محاضر اللجنة المخصصة للكشف على الأبنية الأيلة للسقوط، وتم إدراجها ضمن خطط محافظة نسان وتمت المباشرة بها، وهذا اليوم يتم وضع حجر الأساس لهذه البناية المهمة. تكون من 3 طوابق إضافة إلى الطابق الأرضي، وإنشاء بوابات في مدخل مدينة نسان من جهة بغداد ومن جهة البصرة، ويتم تنفيذ هذا المشروع بموجب مواصفات وتصاميم معدة مسبقا، عبارة عن هيكل خرساني ابتداء من مرحلة الأسس باستخدام الركائز مسبقة الصب، ووصولا إلى الأعمدة والسقوف والجسور، إضافة إلى المنحنيات وغيرها، وأيضا يتم تغليفها بمواد تنسجم مع ذات أشكال تنسجم مع الإرث الحضاري لمحافظة نسان، وبذلك تكون البوابة معبرة عن تاريخ محافظة نسان وعما تشتهر به محافظة نسان من الكرم والضيافة وإصرار الإنسان على تطوير نفسه وضمن مراحل زمنية.